وفي كلام انت قاعد مني هذا حمص في حصل كله باكستاني، انا واحد نفر باكستاني بس شيخ، بعدين انا هنا 4 شهر مني داخل حصار ما في فلفل، انا اريد اكل فلفل، هذا فلفل ما في كله ني، يا خبر خبر ني ايش. شيخي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نحن هو من اهل حمص من الخالدية واحياء حمص كلها بتسلم عليه، ونحن الحمد لله متكلين على الله سبحانه وتعالى، والفرج ان شاء الله يكون قريب والله ناصرنا، بس بدنا هالناس هاي تدعينا لانه الدعاء هو سلاح المؤمن، والحمد لله رب العالمين.